كان هذا تصريح الأحد مساكني منطقة الخروب من منارة الحمامات، يحكي على تردي البنية التحتية في المنطقة ومسالك فلاحية وعدم تعبيد للطريق وانقطاع الماء الصالح للشرب، تقريبا أهم نقطة في موضوعنا اليوم. باش نحكيو أكثر في الموضوع هذية كيفاش تتعامل معها السلطات المعنية. معنا بتليفون معتمد الحمامات سي محمد عبد الواحد، مرحبا بك على غاديو مات سي محمد. مرحبا بك ومرحبا بالأخيان المستمعين. يعيشك سي محمد، أكيد كنت في الاستماع لتسجيل من أحد متساكني منطقة الخروب من منارة الحمامات وتشكيات كبيرة من تردي البنية التحتية في المنطقة، خاصة منها تعبيد الطرقات وانقطاع لأهم برشة من الطريق هو انقطاع الماء الصالح للشرب. يقول لك أنه فما أطراف ما تخلصش، لكن علاش الكل نمشيو في نفس الهوية تقريبا أنه يتم قطع الماء على المتساكنين الكل؟ والله أنا كانت في زيارة لمنطقة الخروب من عمادة منارة الحمامات نهار اثنين، وكنت اتصلت على عين المكان في إطار زيارة ميدانية للتعرف أصلاً على أبرز المشاغل الشنوية في المنطقة هذه. المشاغل هي نقطتين، النقطة الأولى متعلقة بالنسبة للطريق، هو الطريق صحيح الطريق مش مهيأ، كانت معناتها السعينة كمعتمدية الاقتراح ضمن البرنامج الجهوي للتنمية، لكن نعرفوا لتعدد المسالك والطرقات والطلبات الخاصة بالمواطنين في مواطنية الحمامات ككل، ما تنجمش السلطة الجهوية تتفاعل معهم الكل، فما بعض الأولويات وقاع السنة معناتها الاقتصار على برمجة طريق حربون. بالنسبة للطريق هذايا إن شاء الله هو صحيح مش مبرمج معناتها في سنة 2016، لكن احنا مش نتولاو بالتنسيق مع البلدية ومع بعض لدى المقاولين القيام بتهيئة أولية في انتظار برمجة إن شاء الله في السنوات القادمة. هذا فيما يتعلق بالطريق. فيما يتعلق بالإشكال الكبير المطروح هو واللي ملحق معناتها مثل عائق، هو المتعلق معناتها بتزويد لخيان بالماء الصالح للشرب. بالنسبة لمنطقة الخروب والمنارة الحمامات المجاورة لها ككل، فما بارتي منهم معناتها وقع ربطهم مع المصالح مع السونان، فماش إشكال كبير. بالنسبة للإشكال المطروح ومن النخيل قاعدين يتزودوا عن طريق الجمعية المائية سيدي حماد. الجمعية المائية هذه عارفة إشكاليات كبيرة باعتبار امتناع عدد كبير من المنتفعين عن الخلاص، مما اضطر معناتها اللخيان في مصالح الشركة توزيع المياه انهم قطعوا التزويد هذا منذ فترة كبيرة. احنا الحاجة اللي ممكن البشرة اللخيان اللي يقع مع تعاقد جلسة عمل نهار ثلاثة مع السيد المندوب الجهوي التنمية الفلاحية وانت البارح معناه ثلاثة هذه نهار ثلاثة هذه ولامس، ونظرنا في المشاغل الخاصة بكل المجمعات. بالنسبة للمجمع الذي تزود منه المنطقة هذه اللي هو مجمع سيدي حماد، وقع الاتفاق معناتها على حتى تخلينا على المجمع هذا مش يتم حل الهيئة المشرفة عليه وإلحاقه بمجمع البسباسية اللي هو مجمع معناتها تبارك الله قائمة معناتها بمجهود كبير وما فيش إشكاليات كبيرة. مش تقع عملية الدمج إن شاء الله نهار الأربعاء في مقر الجمعية نهار الأربعاء الجاية بحسب جلسة، ومش نفعله اللجنة المحلية اللي مش تقوم معناتها بمعاينة أبرز الخيان اللي مش قاعدين يدفعوا، ومش نحاولوا في أقرب وقت ممكن تزويد الخيان، ومعناتها مش تبدل المشكل هذايا معناتها ما عادش مطروح إن شاء الله. سي محمد وقتاش أقرب وقت ممكن؟ والله جست هو أقرب وقت ممكن احنا نهار الأربعاء. عامين أخرين سي محمد، عامين أخرين؟ لا مش عامين وخلينا، أنا قلت ثلاثة أيام نخدم على الموضوع هذا. الحاجة الأولى الباهية اتفقنا مع المندوبية وقع حل الجمعية نتاع سيدي حماد ودمجها بالبسباسية، هذا يتم محضر جلسة مش يكون إن شاء الله نهار الأربعاء، نهار الخميس تخرج اللجنة المحلية اللي فيها السيد العمدة لخيان من الحرس وفيها لخيان زاد أكيد كيف مندوبية الفلاحة مش يقوموا بتنبيه على لخيان اللي عندهم دي مونتون كبار ومهمش خالصين، ثم مباشرة بجلسة حضر معنا ممثل على الصونات قمتي وتعهدنا ان من هنا ان شاء الله الاسبوع المقبل اذا كان الامور بشيت كما برمجنا لها ان شاء الله في اول شهر مارس بدون مارس ان شاء الله ترجع الامور لنصابها ان شاء الله. تقديش تقريبا الديون المتخلدة بذمة المتساكنين في المنطقة هيك؟ والله هي ديون متراوحة، علاش هم طولوا متساكنين عندهم الحق انه يقول لك انا غيري ما يخلصش علاش تقص عليها انا؟ معقول اللي كونوا الديون كي تتراكم، وخاصة هي الديون للتاج وللصونات، وقت اللي الديون تتراكم
وتولي معناتها المونطون كبير في حدود 90,000 دينار، ولي حتى مصالح معناتها الشركة نلقاو إحراج معاهم، ولي هما بذاتهم على مستوى مركزي ولا مستوى جهوي. الديون نعرفوا لي كونه نعطيك أنا شيفر بركة، الديون المتعلقة في ولاية نابل بالماء الصالح للشراب هي برسك في حدود 1,200,000,000، حوالي 50% منها هي ديون متخلدة بذمة المجامع المالية المائية على مستوى معتمدية الحمامات. بيه وقتش بيه سي محمد وقتش المنطقة إن شاء الله الماء يكون متواجد فيها، خاصة نعرف وإحنا الماء معناها حاجة ضرورية، وفي 2017 نحكيوا على ماء مقصوص في منطقة. إن شاء الله الماء يكون متوفر إن شاء الله في قدرة ربي في بداية شهر معنا إن شاء الله. إن شاء الله الأربعاء الجاي يكون الماء موجود في المنطقة على الأقل. من هنا لآخر الأسبوع المقبل إن شاء الله تبدأ الأمور متساوية إن شاء الله. إن شاء الله، شكرا ليك معتمد الحمامات، إن شاء الله نكونوا باتصال معك ونأخذوا آخر المستجدات في الموضوع هذه. سي محمد عبد الواحد معتمد الحمامات، مشكور على مداخلتك معنا.